رمزي رمزي تعمل ايه يا ابني؟ أدولة بقول لك أدولة، لو سمحت يعني امضي لي على الورقة دي. دي استقالتك؟ موافق طبعا. لا يا دولة، دي طلب زيادة 5 جنيه في المرتب، بس امضيها لي بسرعة بسرعة. انت اتقلت عليا انا وامضيها لي بسرعة بسرعة، انت عايز زيادة ليه؟ ما انت واكل شارب نايم هنا وببلاش، يعني عايز زيادة تعمل بيها ايه؟ وافطرة وخلاص؟ ايه دولة؟ علشان انت مش عارف تقدر مواهب يا دولة. مواهبك في ايه؟ انا معرفش ليك اي مواهب خالص غير مواهبك في النوم مثلا، بتنام ما شاء الله براحتك، مواهبك في الاكل بتضرب زي ما انت عايز، ليك مواهب تانية ولا ايه؟ ايوه دولة، انت نسيت اهم موهبة عندي دولة. انت بس لو تسيبني يا دولة ادير انا بقى البازار ده، هو بقى بطريقتي. بطريقتي انت تعمل لي فيها حسن شحاتة؟ طريقتي 424. لا يا دولة، انا الطريقة دي يعني يا عم جربتها قبل كده وما نفعتش، لانك ما بتحاولش انك تشجعني ان اطلع اللي جواه. دولة ايه اللي جواك يا عم الحصالة؟ جواك يا انت استهبل يا انت، انا عارفك وحافظك يا. لا يا دولة، بص انت بنبرتك دي يعني عم خايف ان احزمك. تهزمني ولا ده؟ انت ما تعرفش الفرق بين ورق الباردي وورق البفرة. لا يا دولة انا عارف طبعا عارف، ده انا سايب بصمة في كل المكان. بصمة؟ بصمة يا ابو بصمة؟ بصمة ايه؟ بصمتك انك بتسيب لي شويه سندوتشات الفول والبقايه بتاعتها في الادراج وفي كل حته، هي دي البصمه؟ ولا الفران اللي عماله بترمح جوه في المخزن، هي دي بصمتك يا ده؟ ايه ده دولة؟ الفران اللي جوه دي يعني يا عم، ده انا باكلها كل يوم، ده انا بحسبك بتربيهم. بربيهم ليه؟ فاتح جمعيه الرفق بالفران؟ ده انت عامل لي مصيبه في كل حته، بصمه في كل حته، حتى الحمام معلق لي يافطه، ممنوع الاقتراب والتصوير، الناس هتصور ايه ولا تقترب؟ بس 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 انا حتى الفران دي عايز اشوف لها حل، اجيب لها مصايد، اعمل لها سم، مش هعتمد. اوعى 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 من خلقتي، انا هخش المخزن واشوف انا. اوعى دولة. طب حاسب يا عم بقى، الخشب اللي قدامك دي انا ساند بيها الرق. دولة انا فين؟ 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 عادل ملك يا حبيبي. انتوا مين؟ مين؟ يا حبيبي انت مش عارفنا؟ انا مش عارف حد. انتوا مين؟ انا فين؟ انا مش فاكر حاجة. دكتور لو سمحت طمنا من فضلك. واضح ان المريض فقد الذاكرة. فقد الذاكرة؟ طب طمنا دكتور، يعني هو هيشوف تاني؟ رمزي اطلع برا بغبائك برا. طب والعمل يا دكتور؟ ايه الطبيعي في الحالات اللي زي دي؟ بنحاول نفكره كان عايش ازاي من غير ما نضغط عليه. مين اكتر واحد كان المريض بيتعامل معاه؟ كان بيتعامل معانا كلنا. او نو نو، هو كان بيتعامل مع رمزي اكتر واحد. استاذ رمزي. استاذ استاذ رمزي، حاول تتعامل معاه زي ما كنت بتتعامل معاه قبل ما يفقد الذاكره، وحاول توريه كان عايش ازاي. بس ولا يكون عندك فكر خالص، انا هوريه. ويكون في علمك يا زي ما فهمتك قبل كده، انا ليا 90% 90% من البازار ده كله. ها بس انا سايبك براحتك علشان صورتك قدام اللي في البيت عندك. وعلى فكره كمان الشقه اللي انت قاعد فيها دي انا ليا فيها نصها على فكره. وحضرتك يعني سايب الشقه وجاي قاعد هنا في البازار؟ يعني واضح ان حضرتك يعني كريم. يا انت اسمك ايه؟ اسمه رمزي. رمزي؟ والله يعني كتر خيرك يا رمزي. ايه ده ايه ده، انت هتعمل فيها فقد الذاكره وكده؟ اسمي استاذ رمزي. استاذ ما تنساش نفسك يا استاذ رمزي. حضرتك مدرس يعني استاذ ولا اكيد مدرس تاريخ ما دام حضرتك فاتح بازار يعني؟ بص اثر في الكلام اثر، ادخل ادخل يلا، غور من وشي، هات لي كوبايه ميه يلا. كوبايه ميه حضرتك؟ رجليك بتوجعك يعني؟ عايزنا اجيب لك انا؟ حاضر اجيب لك ميه. حاضر بسرعه. يا سلام، بينها لعبت معاك يا دي ابو الرماميز. يا دي عادل بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه ايوه استاذ رمزي. الا ايوه ايوه، ساعه بتجيب كوبايه ميه؟ ايه ده؟ بقول لك ايه، حسك عينك بعد كده اهو. الاستاذ رمزي يبعتك في حته تتلكع عليا. ها يا غبي يا غبي غبي، ده باين عليا كنت مرمطون في البازار يعني. يلا يلا ادخل بقى، امسح البلاط دون علشان تلحق تغسل لي الشروات بتاعتي قبل ما تروح. حاضر يا استاذ رمزي. حاضر حاضر. خد 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 خد. ايه ده، وانا لسه كملت كلامي؟ حضرتك اكمل كلامك ايه؟ لسه كملت، هتمشي كده اهو وحاضر وماشي. حاضر اعمل ايه انا؟ المفروض اعمل ايه يعني حضرتك؟ اسمع اسمع الكلام وانت خالص. حاضر حاضر،
وهسمع كلامه انا خالص. حاضر حاضر. يكون في معلوماتك يا عادل. ها انا سايبك بس كده هون عشان انت ابن عمي، محسوب ابن عمي، مش عارف اعمل ايه. انت عارف انت لو حد تاني ده انا كنت افتريت عليه. ده انا مفتري على فكره. ايوه لا حضرتك يعني ما شاء الله، لا حنين والله يعني يا استاذ رمزي، يعني ربنا يخليك لينا يا استاذ رمزي حضرتك يعني. وياما ياما حاولت اطردك بس امك بقى تقعد تتوسط لك وبقول ماشي عشان انت ابن عم. والله يعني حضرتك واضح ان انت عامل حساب لصله القرابه وللعيش والملح يعني. اه ويكون في علمك بقى يا عادل انت من هنا ورايح شهر شهر بحاله مش هتشوف غيره العيش والملح. حضرتك قاعد اكل عيش وملح يعني. انا اسمع ان فيه فول وساعات بيبقى فيه طعميه باين وبيقولوا فيه بتنجان مخلل يظهر ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هتقعد تفكر وتقول يمكن هو العيش والملح وبس. عادل عادل، فاكر المكان ده يا حبيبي؟ يعني صراحه مش فاكر، بس هو انا كنت بشتغل ايه في المكان ده يعني؟ كنت انا اللي بمسح البلاط ولا ايه؟ بلاط ايه يا بيبي؟ انت كنت مره مديني ميعاد هنا وانا جيت قعدت استنيتك، وانا قاعده بستناك في ثلاثه عكسون، قمت انت جيت وشفتهم وخدتك الشجاعه ورحت شتمهم. الله، ده انا كنت جامد قوي بقى وانا مش واخد بالي. جدا جدا يا حبيبي، بس عايز اقول لك للاسف الشديد راحوا معلقينك في المروحه. الله، ده ما كنتش جامد بقى ولا حاجه. جدا يا حبيبي. عادل ثانيه واحده. بس مكان حلو يعني صراحه. هي دي الحالة اللي أنا قلتلكوا عليها، أرجوكوا لازم نساعده عشان نرجع له الذاكرة، أرجوكوا ما تنسوش. ها اتفقنا؟ كله تمام يا مدام. عادل يا حبيبي، بيبي فاكر لما كنت بتغير عليا؟ أنا غير عليكي؟ ليه؟ مناسبة إيه يعني؟ غير إيه يعني؟ مثلا حد كان بيزغزغني ولا؟ صحيح يا جدعان، سير الحي لا حضراتكوا تعرفوني؟ عادل دول التلاتة اللي عكسوني فاكر؟ اللي علقوني في المروحه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين والله يا كباتن. تشربوا ايه؟ يا متر يا متر، شوف الكباتن يشرب. لا متر ايه، انتوا عايزين 3 متر على الاقل. يا 3 متر يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صباح الفل يا جميل. صباح النور، اهلا وسهلا، منورين يا كباتن والله. انت يا فندي، احنا بنعكس مراتك. تعكس مراتي؟ هي فين دي؟ انا ما اعرفهاش. فين مراتي؟ طب دي دي نسيت تاني يا بابا. دي امي اللي هي مرات حضرتك اللي اسمها رانيا. اه يعني مراتي هي مامتك واسمها يعني احنا قرايب. دي دي استنى ما تقوليش، دي امي اختي. لا حماتي. لا يا بابا، دي انا بنت حضرتك ياسمين. نسيتني. معلش انا اصلي بصيت كده هو شويه ورجعت تاني فنسيت، فانا معلش انا اسف انا اسف. مش مشكله مش مشكله. بس دي امك اللي هي يعني ايه تيتا انعام. انعام امي. ودي حماتك اللي هي مجيده. حماتي مجيده. تمام تمام. ودي دي بابا فاكر القطر ده؟ ايه ايه القطر ده؟ يعني القطر ده ليه علاقه باللي حصل لي؟ يعني هل القطر ده لما خبطني انا فقدت الذاكره ولا ايه؟ لا يا بابا، ده اللي انت اشتريته لي في عيد ميلادي الخامس. عيد ميلادك الخامس؟ تصدقي كنت فاكر ان عيد الميلاد ده بيتعمل مره واحده بس في السنه، بيتعمل 5 مرات. لا ما انا ساعتها بقى كان عندي 5 سنين. عيد ميلادك الخامس لما بقيتي 5 سنين. طب وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ 10. يعني انا جبت لك القطر ده من 5 سنين. بس برافو عليكي والله. ايه ده محافظه عليه، شاطره. ايوه. طب بص بقى. بص قولي دي مين بقى؟ دي نسيت تاني يا بابا. حرام عليك، بقى لي ساعتين بفكر فيك. ساعتين؟ يا نهار ابيض، ده انا اتاخرت جدا على الاستاذ رمزي. هو عارفه طيب قوي بس ساعات بيقعد يشخط فيا. الاستاذ رمزي ايه غلط ان اقول له للاستاذ رمزي؟ اقول له ايه؟ اقول له رمزي بيه؟ رمزي بيه. يا دي عادي. ايوه رمزي بيه. عادي خد بسرعه يا غبي. ايوه فاهم. ساعتك كام؟ 2:30 حضرتك. 2:30 دي بقى ما بتفكركش بحاجه؟ بتفكرني بايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت خايف ولا؟ ما تخافش يا ابني، احنا ولاد عم وانا هضربك يعني. بايه حضرتك بتفكرني؟ انها قبل 3:30 او بعد 3:30؟ بعد 3:30. لا بتفكرك بالايس كريم بتاعي. حضرتك انت ضارب لغايه دلوقتي 3 ايس كريم يعني. ايه ده؟
انت هتعد عليا؟ هتعد عليا؟ يلا يلا نجر امشي وهات لي علبة الكشري وانت راجع. يلا اجيب لك حضرتك علبة كشري يا حضرتك؟ انت لسه ضارب اتنين مهلبية، هو انت بتحلل الاول وبعدين تحبس بالكشري يعني؟ انت هتقعد تبص لي في اللقمة؟ لا حضرتك انا هكتب، يعني انا هكتب عشان ما انساش يعني. اكتب على الله بس، بتعرف تكتب ولا ايه؟ حضرتك انا لقيت نفسي دي الحاجة الوحيدة اللي انا فاكرها يعني. حضرتك اوامر الاستاذ رمزي، تحت امرك يا فندم. اكتب عندك انت تعدى على القهوه بتاعتي تجيب لي الطلب بتاعي. انا اسف يعني، معلش. هو ايه الطلب؟ وانت كل شويه هقعد معلش معلش هقعد افكرك. حضرتك معلش انا هكتب اهو، هكتب. انا كاتب بحضرتك كنت طلبت سحلب وبعدين طلبت عناب وبعديها ب 10 دقايق جبت لك جنزبيل وشاي وبعدين جبت لك قرفه وبعدين قهوه ساده وبعدين قهوه زياده. انا اسف يعني، هو حضرتك بتطلب طلبات الشهر كلها النهارده يعني، ولا انت مثلا بتعمل ايه، ولا انت شريك في القهوه؟ انت هتفكر هتفكر. انت مالك انت مالك؟ انت تسمع الكلام وانت ساكت خالص يا غبي يا غبي. يلا يلا نجرب. وبعدين وانت راجع ما تنساش تعدى على الجرايتلين عشان تجيب لي الملابس بتاعتي. جرايتلين؟ اه جرايتلين، ايوه اكتبها صح جرايتلين. وبعدين يا عادل انا خلاص يعني قررت اتجوز اختك سناء. حضرتك يعني انت كنت الفترة اللي فاتت ما اتجوزتهاش ليه وجاي تتجوزها دلوقتي؟ يعني انت كنت ناسي برضو ولا ايه؟ لا يا لا فهم يا لا، يعني انت فاهم يعني ان الدنجمانات اللي زي يعني يعني عندهم بقى مغامرات حول البلاد، فانا الحمد لله لما خلصت البلاد قلت بقى اتأهل واتجوز سناء. يلا اتجوز سناء؟ والله يعني وانا في ديك الساعة عم حضرتك تتجوز خالتي يعني. يا ابني افهم، ضحكتني يا دي عادل والله. افهم يا ابني، اختك اختك، وبعدين يعني جحا اولى بلحم طوره. طب حضرتك انا اسف بس حضرتك تبقى جحا ولا طوره؟ انت هتغلط؟ انا الطور. طب فاكر يا عادل يا حبيبي لما كنت بتلعب في الشارع وبعدين بنطلونك اتقطع وبعدين سناء مسكت البنطلون وقعدت تخيطه؟ استنى بس هقول لك انا بس ايه. انت كنت بتلعب في الشارع كده هو. ها يا عادل ها يا عادل، افتكرت يا حبيبي؟ لا ما افتكرتش. طب انا بقى هفكرك. افتكرت يا حبيبي؟ لا انا يا عادل بقى اللي هفكرك، لان يا حبيبي ذكرياتنا كلها مع بعض. فاكر واحنا صغيرين؟ ها افتكرت؟ لا مش فاكر، بس واضح ان انت شريره قوي يعني. طب خلاص يا جماعه سيبوني بقى انا اللي هفكر. بص يا ابي انا هفكرك بشويه حاجات دلوقتي ذاكرها هترجع لك حالا. ها افتكرت؟ ايه ده انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص. هابيك شيشيك دبا كش ملك 10 37. الله 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 الله، قلبتولي البازار قهوه، قلبتولي البازار قهوه. يا رموز حبيبي والله يعني انا حضرتك قلت اتسلى شويه يعني على ما حضرتك تيجي يعني. انا اسف يعني حضرتك يا رموز حبيبي. تتسلى ايه يعني دلوقتي؟ افرض في حد دخل عليا دلوقتي هيقول علينا ايه؟ سياح؟ هتبوظ لي شكله قدام السياح. بس معلش مش قدام صحابي، انا مشيهم وانا مشيهم حضرتك وهتصرف. حاضر ماشي يلا بسرعه مشيهم وبسرعه وكل حاجه ترجع مكانها كل حاجه. حاضر حاضر هلم الدوم انا وهظبط كل يا حاجه. غبي يا غبي. حاضر حاضر معلش. يلا يلا اتكلوا على الله، ده مكان اكل عيش، ازاي تيجوا تقعدوا في مكان اكل عيش؟ هنكمل بعدين اول ما يمشي. ها يلا كشم له. ها نفض له نفض. حاضر حاضر هنفض له هنفض له. حاضر انت عارف يا دي عادل لو ده حصل تاني ايه اللي هيحصل؟ حضرتك اه صحيح، ايه اللي هيحصل؟ وانا بسالك يا غبي. حضرتك يعني انا اوعدك ان ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني حضرتك يعني. خلاص هعديها لك يا عم المره دي. قول لي بقى الشغل عامل ايه في غياب الكتير اللي انا بقعد اغيبه ده؟ حضرتك الشغل ماشي زي الفل الحمد لله يعني، ومفيش اي حاجه وما غلطتش ولا غلطه الحمد لله النهارده. ايه ده ما غلطتش ليه؟ ما غلطتش ليه؟ ماشي. وايه دي؟ ايه فرده الشبشب؟ هتطلع على المكتب فرده الشبشب؟ حضرتك اصل كان في سايحه جت هنا اهو في البازار، حضرتك كانت عايزه تاخد شويه تماثيل وبعدين الفلوس اللي معاها ما قضتش، فروحت انا بقى ايه فكرت فكره ان انا اخد منها بقى فرده الشبشب دي رهنه على ما تجيب بقيه الفلوس. فرده واحده يخرب بيتك، فرده واحده يا
يا ابني انت ما كده ممكن تمشي على رجل واحده يا عادل. انت كنت ممكن تاخد منها الفرده الثانيه على الاقل، وكنا نعرف نبيع الشبشب كله. شبشب كله. خلاص حضرتك المره الجايه هاخد منها الفرده الثانيه. حاضر 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 حاضر. ماشي. وعلشان بقى ما تنساش تاني وكل شويه بتغلبني، ها هات الكرباج اللي وراك ده عشان هتنضرب. لا حضرتك بلاش الكرباج، والنبي بلاش الكرباج. هتنضرب يعني هتنضرب يعني هتنضرب. حضرتك يعني بلاش الكرباج لانه بيلسوع جامد. بلاش الكرباج حضرتك. هات الكرباج. اخر مره اخر مره، وبعد كده اي واحده بقى مش هتدفع الفلوس كامله هاخد منها الفردتين. طب استنى استنى، افرض انت بقى ايه قعدت ناسي كتير ومفتكرش حاجه خالص، ينفع انا بقى اخد منك المصروف مرتين في اليوم الواحد؟ مرتين تاخدي مصروف طبعا. هو انت اسمك ايه؟ حسنات. حسنات ده اسم حلو قوي يا حسنات. ياسمين. عيب كده عيب كده تضحكي على بابي. هو لو كده هيقعد عادي ويعيش عادي زي ما كان عايش، يعني في ايه؟ هي عادل انت لسه صاحي يا حبيبي؟ ما انا مش عارف انتوا بتناموا الساعه كام بالظبط يا طنط. طنط؟ ده نمك. ده نمك مين يا سنحات؟ ايه يا رامي؟ ايه يا رامي؟ مش تسيبي عادي يرتاح شويه ولا خلاص انعدم من عندك التمييز؟ يا بنتي في انت جاي تعلميني الادب في بيتي ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك يا سنحات. طب تقصدي يا رانيا؟ ما اقصد كيس يعني. بحسب انت انتي دوشت اب. مش معقول اصواتاتكم جايبه اخر الشوارع والناس مش عارفه تنام. ايه ده؟ هو معقوله الشارع كله لسه صاحي لغايه دلوقتي؟ على فكره بقى يا جماعه، ابي عادل صعب جدا جدا ترجع له الذاكره في الجو الغريب ده. معقوله؟ اوعي تمثلي اكتر من كده احسن. افتكري بتحبي عادل اكتر واكتر. ده اللي حصل له في حياته، القرف اللي هو فيه ده من الزحمه اللي في بيته. أيوة. ايه ده؟ في زحمه؟ في زحمه؟ بصوا اهم حاجه بقى ما دام في زحمه يا جماعه هاتوا اشرج اللي هو بتاع المرور ويقف ان هو ينظمها في الصاله ان شاء الله. بقول لكم ايه بقى، انتوا يا عريرين انتوا، إيه؟ لو في شويه دمال في العروقات بتاعتكم انتوا تغوروا من البيضه دلوقتي حالا. جرايه يا وليا انت. انا من رايي يا جماعه ما يغوروش دلوقتي، النهار ليه حاجات، استنوا لبكره الصبح. بقول لك ايه، ده بيتنا وهنقعد فيه براحتنا، واللي مش عاجبه بيتنا يرحل يا حبيبتي. ايه بتقولي ايه انت يا حشره يا سرسره؟ بيتك ايه يا مو بيت انت يا مسرسره؟ انت بيتك ايه ده؟ بيتي انا. عايزه اقول لكم حاجه بقى يا جربوعين، انتوا المسالات بتقول اللي بيته من ازازات ما يرميش الناس بالطوب يا اماغ. اماغ يا بتاع الجماه انت اما تعرفي تتكلمي الاول. اللي بتكلمي انت مش ناويه تلمي نفسك يا ستي يا مشاعر اصفر انت. بس بس بس. انت بتقولي ايه؟ انت شايفه مامي بعطاره ولا ايه؟ يا شاطر انت يا حشره بتمدي ايدك عليا. فين التمثال بتاع القط الاسود؟ تمثال ايه بس يا عادل؟ اطلع. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا انا فين؟ انت في بيتك يا حبيبي. اللي جابني بيتي؟ وبعدين الدنيا كانت نهار، احنا بقينا بالليل ولا دي السحابه السودا دي؟ الحمد لله. احمدك يا رب انت فاكر يا عادل. وانا كنت نسيت ايه عشان افتكره يعني؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. وانا كنت مسافر. هو في ايه؟ الحمد لله. ايه يا ياسمين؟ يعني انا كده ضاع مني المصروف. مصروف ايه يا سناء؟ انت ايه اللي مرمطك في الارض كده؟ ايه يا جماعه انتوا غراب قوي النهارده ليه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. على السلامه يا حبيبي. 70 80 90 100 نطوا عليكوا الحراميه. ذكر رمزي. رمزي رمزي كده اهو انحف. وحمد لله على السلامه. حمد لله انت خلاص خدت عليا يا عادل. انا اسف يا رموزه بيه، يعني انا تحت امرك. اهلا وسهلا. انت بص غلطاتك كترت معايا، خلي بالك للصبر نفوس. لا حضرتك يعني اوعدك ان انا ما غلطش تاني. يعني اخبار الشغل ايه؟ شغل؟ ايه السؤال ده؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ مالك يا دي عادل؟ في حاجه؟ مفيش اي حاجه، انا بسال بس بطمن يعني. ايوه اصل شكلك كده متغير، يعني انت افتكرت حاجه ولا حاجه؟ افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت ان انت طبعا الاستاذ رمزي وتملك 90% هنا من البازار ما شاء الله. الحمد لله وقعت قلبي وقعت. انا بحسب بس انا ملاحظ يعني شويه تغيرات هنا في البازار. ملاحظ؟ وانا من امتى يا دي عادل باخد رايك؟ من امتى؟ بس انا يعني حضرتك ملاحظ ان في شويه حاجات عايزه تتظبط. تاني ملاحظ تاني حاجات ايه يا دي عادل؟ حاجات يعني حضرتك يعني لا 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 مفيش حاجه ملاحظه ولا حاجه. اللي حضرتك تؤمر بيه انا تحت امرك يعني. خلاص خلاص خلاص.
ادخل بقى خش شوف شغلك كده واقلع الهدوم بتاعت اللي انا مديهالك عشان تروح بيها قدام عيلتك دي عشان تاخد هدومك المعفنه عشان في زباين جاي اقابلها بالهدوم دي. لا حضرتك طبعا ما يصحش. عارف حضرتك انا لاحظت كمان ورقه موجوده معايا. الورقه دي كنت عايز بس استفسر على شويه حاجات فيها. يعني بتقول اوامر الاستاذ رمزي وان حضرتك ليك 90% وليك نص الشقه. دول حبيبي ابن عمي حبيبي افتكرت دول. الف حمد لله على السلامه. يا سلام. انا عايزك بقى تتصل بامك في البلد عشان احتمال كبير جدا امك ما تشوفكش تاني. ليه دول ما تشوفنيش تاني؟ ليه انت ناوي تعم امي؟ لا ناوي ان شاء الله اجيب لك عقد عمل في مستشفى بتاعت ناس صحابي. بس ما تقولش يا دول انا عرفت هشتغل دكتور. صح صح. لا هتشتغل عيان. لا. رمزي رمزي مالك؟ انا اسف ان انا ضربتك جامد. رمزي رمزي. انا مين؟ انا مين يا دولة؟ انا مين يا دولة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقولك ايه يا عادل، انت لازم تنزل وتروح للترز تجيب منه الفستان الاسود بتاعي، بقاله جمعتين واخده، وبعدين 40 فردوس الله يرحمها بعد جمعه. حاضر يا ماما، بدل ما انزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون. ازيك يا رانيا؟ عادل عايزك في موضوع. حاضر. نمرته موجوده هنا يا ماما الترزي؟ مين جمعه الترزي؟ اه موجوده هنا. شوفها عندك. سيب الاندكس اللي في ايدك ده وشوف المصيبه انا واقعه فيها. عادل ثانيه واحده بس، مصيبه ايه يا سناء؟ بنتك بنتك قطعت لي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها صفر. طب ودي حاجه مضايقاك يعني؟ اه طبعا حاجه تضايقني، طبعا تضايقني. اما الحمسك حج على العيال وزلهم ازاي يا عادل؟ جمعه جمعه جمعه، يظهر جمعه تاه في وسط الاسبوع باين. عادل عايزك في موضوع. ثانيه واحده بس اما اشوف عم جمعه ده. عادل عادل خلاص، انا جون بابا مش قادره انا خالص. النور الاصفراتي في الاوضه بتاعتي دي انا مش شايفه ان انا بيه حاجه خالص. انا عايزاك تجيب لي فلوريسون كرواسون. ايه اللي انت عايزاه بدل؟ بص يا حماتي، المشكله مش في النور، المشكله في النظر. فممكن تعملي نظاره يعني عادي. مامي حبيبتي اهدي شويه كده بس، انا عايزاه في موضوع وبعدين هخليه يعمل لك كل اللي انت عايزاه. ابي عادل ايه ده والنوت بطيء جدا يا ساتر. زقيه زقيه ومش هيحصل حاجه، هيسرع تاني. يو يا ابي، ممكن لو سمحت تنزل للواد حماده هارد تفرمطه، لان انا شاكه ان الواد ده ساحب واصله لحد تاني. واصله لحد تاني؟ لا ده انا دافع له 25 جنيه في الشهر، انا مش هسيبه. يا عادل لو سمحت انا عايزك في موضوع. الترزي يا عادل الترزي. لا يا عادل الفلوريسو من فضلك. بنتك دي انا هقطعها لك حتت لو عملت العمله السودا دي مره تانية. بس حرام عليكم بقى، حرام عليكم. عادل ده بتاعي انا، ما حدش يقرب له خالص. هو ايه هو ايه هو ايه؟ هو تحول من ملكيه خاصه لملكيه عامه. ده جوزي انا وانا عايزه في موضوع. ابلعيه. ايه يا بنتي؟ وفي حد حيشك عنه؟ اشبعي بيه بالليه واشربي ميته. يا حبيبتي لو عمل خدمتات لاهلك ربنا هيبارك لك فيه. هيبارك لي فيه يعني ايه اللي هيحصل؟ هصحى الاقيه بقى اتنين مثلا. يا جماعه جيب مي تشانس تو كل مان. بقول لك ايه يا بنتي، يلا نخش جوه. يلا 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 يا بنتي نخش جوه. يلا يلا. عادل أيه. الحمد لله دخلوا جوه. ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزاك في موضوع. يلا يلا. اعمل ايه اعمل ايه؟ انا مش عارف ارض البيت ده ازاي. الطلبات طول الوقت يا عادل يا عادل. اعمل لكم ايه يا بيبي؟ يا حبيب قلبي هدي نفسك، انت شكلك راجع من الشغل تعبان وبقى انت بترجع في البيت. بيتك يا قلبي لازم ترتاح. الله 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 الله، ايه الدلع ده كله؟ انا مش متعود منك على كده. عايزه ايه يا رانيا؟ ايه يا حيط قلبي انت يا عمري يا قلبي؟ انت انت جوزي يا حبيبي. اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا؟ قولي يا بيبي. هي الست كده واجبها الانساني والزوجي انها تدلع جوزها وتشخلعه. ساعات تخلعه. عادل اوعى تقول حاجه زي كده تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه ايه عادل انت خفت ولا ايه؟ لا انا اقصد اقول يعني انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص ولا اصلا يخطر في بالي حتى بنسبه 1%. يا عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبه لي ايه. بالنسبه لك يعني ان انا جوزك وما تقدريش تستغنى عني ويعني متمسكه بيا وكده ولا ايه؟ يا شيخ روح، انا معناها كده ان انا بضيع كل حقوقي كامراه مطلقه. اه محكمه الاسره فتحت عينيك يا هانم. اثر ومن الاخر مس ارتواء. ايه ميس ارتواء دي؟ شرقت ولا ايه؟ افهم يا اخي، ميس ارتواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسه، عامله حفله تنكريه ومن الاخر كده عايزه فلوس عشان اجيب لي ياسمين فستان اليس في بلاد العجائب. اليس؟
انا اجيب لبنتي فستان كانت لابساه واحده اسمها اليس، وبعدين اليس دي ممكن يكون عندها امراض جلديه، نعدي بنتنا معقوله يعني يا رانيا؟ يا سلام، دي حاجه دي يا استاذ. قولي انك بخيل وجلده ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل. انا بخيل؟ انا خيري مغرقك انت وبنتك وامك واختك يا هانم. لا والله، وامك واختك برا الحسبه. ها يا حبيبي الله يرحم، لما رضيت بيك كنت كحته وفقيره على الحديده. حديده؟ انا عمري ما كنت فقيره على الحديده، انا طول عمري راجل اعمال ناجح على الحديده، لكن جوازي منك هو اللي عطلني يا هانم والتاريخ يشهد. وده كان امتى بقى ان شاء الله؟ ان كنت ناسيه افكرك. هلا رمزي، عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دول، احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو واربعة حرف ميم وميداليه كره ارضيه، وفي خمسه اتسرقوا مني، وفي واحده واد جري وخطفها وجري. يا سلام، خمسه اتسرقوا؟ انت كل يوم حاجه تسرق وحاجه تضيع، وانا مش فاهم. مش هات الفلوس، هات الفلوس. خد يا دول بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم دول ربع جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش، في كده اهو 15 قرش ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع؟ ليه يا دوله؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه والاستيوبي دي ب 15 سنت؟ 15 سنت؟ الاستيوبي استيوبيد ايه بس؟ استيو اسمها اسكوبي دو. الاسكوبي دو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساغ، الثانيه بربع جنيه. اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع، واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دولة بقى، ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني. ما فرقتش ولا انت دافع حاجه من جيبك، ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود، ده كل حاجه ولعت يا ابني، ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني، تذكره الاتوبيس بقت بشيل، الحاجه الساعة بقت ب 15 قرش. امال انت فاكر ايه؟ الواحد مش عارف هيتجوز ازاي ولا هيكون نفسه ازاي؟ ده انا ثروتي كلها، كل ما املك حطيته في المشروع بتاع الكرتونه اللي سلمتها لك انت. دولا، طب واللي يكبر لك المشروع ده يا عم تديله ايه بقى؟ بص يا دولا، انا ليك عندي لقمه عيش ملبن 100 100. بص، ما انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجه نون بقى. بص، في ربع جنيه من 15 سنت؟ لا ده انا بقى عينيا بقى على الورقه ام 5 جنيه. 5 جنيه؟ الجشع اللي انت بتتكلم بيه، وهنجيب ازاي بال 5 جنيه دي؟ انا هقول لك يا دوله، احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافيه، والكرتونه دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة، بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر، ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولة بقى، ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولة، علشان الضرايب. يا ابني الضرايب دلوقتي ما فيش منها مشكلة، أنا اسمع بعدين، الضرايب دي مش هتسيب حد. بس انت صح يا له. بص بقى يا دولة، احنا بقى بما ان يعني الحمد لله الكرتونة دي كده هون واسعة، احنا عم نجيب البضاعة دي كده هون ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده، ونجيب بقى ايه يعني بربع جنيه حرنكش، على كتكوتين كده زوانطتين، على دودتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. يجوا بأكلهم يعني دود الأز. هي بص، مدام كده كده فتحنا الكرتونة، ايه رأيك نجيب شوية دوم؟ لا يا دولة، انا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ هو انت هتاكله ياد؟ وانت بتاكل الميداليات وكل شوية تقولي ده ضاع وده اتسرق، تاكل الميداليات ياد؟ في كرة أرضية وقفت هنا على فكرة امبارح. اطلعها لك. ميدالية بخمس سنت. ولا يا رمزي، شعري مظبوط يالا؟ مظبوط، ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي، عايزين اتنين واحد نعناع لو سمحت يا ابو بدوي. احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟ يا بنتي ده غريب، ده غريب، ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده، ويقعد يعمل كده معرفش ايه. وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عمي كده غريب، مطفشني، مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله، ما تطمني معاه، يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا، انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص، انا اصلا يوم ما افكر اني انجح، لو نفسي يعني انجح، هنجح بكرامتي، بالبرشام اللي بكتبه، بتعبي، بمجهودي. لكن هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول، ان هو يبقى طموح. طبعا طبعا. سكند، لازم يبقى مودرن. فسكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقولك، ان هو يبقى بريليانت. ايه ده، دي بتشتم؟
انت ايش فاهمك؟ برنس، عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. ماشي ماشي. بس عايزه اقول لك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم، بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام، يا انسه يا استاذه. بص يالا البنات الثانوي دول. ايه يا عم بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده؟ بس دي حلوه قوي قوي قوي، شبه صفاء السبع بالظبط. يلا يلا. انا رمزي شفت العيال الارانات دول يالا؟ دول مش هما دول تدول اللي فرقعوا لنا الكوره واحنا بنلعب كلب مشترك؟ كلب مشترك. بس انا بقى المره دي مش هسكت لهم يالا. بقول لك يا جميل، انا معايا تذكرتين سينما لفيلم النمر الاسود من 12 ل 3، يعني يا دوب هنخرج على ميعاد المدرسه بالظبط. ولو قايل لهم في البيت ان عندك مجموعه يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى. ايه ده؟ ايه ده يا كابتن ده؟ ازاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل ده؟ انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا انا وحيد. وحيد؟ طب افرض مثلا مامتك وباباك فكروا ان هم يخلفوا وجابوا بنت وبقت اختك، ترضى حد يعاكس اختك؟ انا بابا مات. انت هتقفلها ليه يا كابتن؟ طب افرض مثلا مامتك يعني بعد ما باباك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنت وبقت اختك برضه، ترضى حد يعاكسها؟ انت بتهزر وبتغلط بقى. وانا اعمل لك ايه يعني؟ وانا اللي موت ابوك؟ ايوه وبعدين هو يغلط براحته بقى، وبعدين فين يا دي انت وهو الكره الكفر بتاعتنا؟ من ساعه ما دستوا عليها بالعربيه ومشيتوا حتى ما بصيتوش الكره الكفر حصل لها ايه؟ بس يالا بس يالا ما بص ما تهيفش القضيه، هيعملوا ايه؟ يعني هياخدوا الكره يودوها القصر العيني؟ بس والله باين لكم شكلكم عيال هبله وعايزين تاخدوا على دماغكم، وبعدين انت مالك؟ نعاكسها ما نعاكسهاش؟ هي صاحبه الشقه اللي اشتكت لك ولا ايه يا جميل؟ ميرسي رانيا، ايه اللي بتقوليه ده؟ شكلهم عيال سيع. طب مش ميرسي. وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني، لان دي تبقى بنت خالتي. ومادام بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني. بقول لك يا امور، ما يلا بينا بقى عشان نلحق السينما، زمان احمد زكي خلص جري. الله لا لا لا، ولا انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه يالا؟ ما تحترم نفسك امال. نزل ايدك لحسن اقطعها لك. ولو ما نزلتش ايدي هتعمل ايه؟ ياما طحنت ناس كتير جدا علشانك، ياما دمرت شباب وحطمت قلوبهم. طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا، ده انا لدرجة ناس كتير جدا نصحوني وقالوا لي ما تفتريش بصحتك على الناس، يعني انا ما سمعتش كلامهم. وبعدين لعلمك بقى يا هانم، لعلمك انا خسرت جيل الثمانينات كله بسبب الجيل الثمانينات الذهبي. طب ما انت خدت زهرة شباب هذا الجيل، ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد الحاحك الشديد عليا اضطريت اسفة بالعافية اعرف اخد لك ميعاد من مامي. الحاحي؟ الحاح انا؟ يا سلام. لا يا هانم، ان كنت ناسية افكري. ها ايه رأيك؟ قديمة قوي يا ميداليا. وميداليا خشب، الشغل ده كان بتاع زمان يعني. ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق. بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام، انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني اخر كرم، وبقى عندي كاسه دبل احمر بطبع منه بقى شرايط الاصدقاء والجيبس بقى وليله. بس بمناسبه ايه يعني الهديه دي؟ بمناسبه مرور 6 سنوات على مشينا مع بعض. رانيا اوعي تقولي الكلمه دي تاني، مشينا مع بعض. انت مش ماشيه معايا يا ماما، انت ماشيه جوايا. عادل احنا لازم نوضع حد المشينا ده. لو تعبت من المشي ممكن تريحي يا عادل؟ لو سمحت احنا عايزين نفكر بعقلانيه ونودع حد لعلاقتنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزه تنهي العلاقه براحتك، عايزه تكملي براحتك، انا ما عنديش مشاكل يعني. عادل انا جاي عريس. جالك عريس؟ اهم حاجه سالته عليه كويس، لان مش معقوله بعد ما تكوني ماشيه مع عادل سعيد تتجوزي اي حد اي كلام كده. هو انا سمعتي في السوق برضو ممكن تضر لعلمك يعني. عادل لو سمحت انا عايزك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما. بص يا رانيا حبيبتي، انا مش هقدر اجي اقابل بابا وماما دلوقتي لان انا مشروع شاعر كبير، مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي، وحكايه الجواز دي ممكن تعطلني لعلمك. يا عادل يا حبيبي يا حبيب قلبي، انا استنفذت كل مبرراتي الوهميه في 26.5 عريس اللي تقدمولي. اتقدم لك 26 عريس ونص؟ النص ده ايه؟ اتكلم وما جاش ولا ايه؟ لا ما انا كنت هبقى الزوجه الثانيه، الواحد متجوز باين 3.25 ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك، فلو سمحت لو ما جيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارف انا هعمل ايه؟ تعملي ايه يعني؟ هطلب منك ترجع لي 300 جنيه اللي خدتهم مني عشان تشتري كاسه الدبل بتاعك الاحمر يا عادل.
وطبعا استخدمتي كل الحيل الممكنة والغير ممكنة للوصول ليا يا هانم. ها، انا استخدمت ذكائي كأنثى. ذكائك كأنثى ولا هبلي كراجل؟ ايه ده انت فاكر نفسك مين اصلا؟ ده انت تحمد ربنا انك متجوز واحده زي ده. انا لولا اقنعت مامي بالعافيه كان زمانك دلوقتي متجوز اي واحده. انا لا يا هانم، ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد، مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحه خالص. يا ابني انت مش فاهم، ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان ما جرحش مشاعرك كمواطن مصري وشاب طموح. وان كنت مش عارف اعرفك. بطلي دوشه يا نجلاء، عايزه اكلم اختك. المواصفات بتاعت العريس اللي انت جايباه ده عريس جربوع ومش من مستوى العيله بتاعتك، وانت مش ممكن تعيشي بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيله. ما تتكلم وتقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انت مقري فتحه بتاعتك مع شريك باباكي رستم بيه، اكبر واحد بتاع النودلز في مصر. مامي ينو فاري ويل ان انا ما بحبش النودلز. ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق؟ انا مش ممكن اتجوز صاحب ابن صاحب المصنع ده. بقول لك ايه، انت مش هتتجوزي الراجل الجربوع اللي انت جايبهولي ده اللي عنده كاسات دبل. انت فاهمه؟ يو اندرستاند ذس يا مامي. يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبله واحد، ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولاعات. ولاعات؟ اي سيد نو نو. اوكي يا مامي، لعلمك بقى انا لو ما اتجوزتش عادل هموت نفسي راميه بالرصاص في ميدان عام. ها، ما تقول حاجة يا عبد الستار. والله أنا محتار. يا حبيبتي من فضلك أنت لازم تمسكي نفسك أرجوكي. كل الناس مرت بالحب الأول ده ما عدا أنا اللي دبست مع أبوكي طول السنين دي. وبعدين عايزة أقول لك حاجة، لو أنت اتجوزتي شحاتة هتفضلي طول عمرك شحاتة. أنت فاهمة ولا مش فاهمة؟ وبعدين عايزة أقول لك حاجة، من هنا ورايح مفيش أي خروج غير بإذن. أفهم من كده إن أنا في حظر تجول على مشاعري وإني محطوطة تحت الميكروسكوب؟ أوكي، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تتحكموا في جسدي لكن روحي نيفر. ما تقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا ماما، مش معنى ان انا مشيت معاها لمده 6 سنين ان هي اخلاقها وحشه يعني يا ماما. يا نهار ابيض، ماشي معاها 6 سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسه، اما لو اخلاقها وحشه هتبقى ايه؟ ماشي معاها 60 سنه. انت مالك انت يا سناء؟ انت مالك؟ انا بتكلم مع ماما. وبعدين يا ماما لعلمك دي طيبه جدا، انا بحبها عشان طيبه قلبها. عارفه دي عبيطه قوي يا ماما. ده انت اللي عبيط قوي وخايب قوي، ده كون الستات انت ما تفهمش فيه. يا خايب يا خايب يا خايب. مالكيش دعوه. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، انا خلاص قررت ان انا اروح اخطبها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لو انتم مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا، لو مش مقتنعين انا هروح لوحدي بقى يا ماما. كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازه انا مش راضيه عنها؟ يا ماما مش راضيه ليه؟ طب شوفيها الاول. طب يا ماما اف. والله انا محتار. ايه ده الريحه المكمكمه دي؟ ماما ماما ماما، ريحه بخور هندي يا ماما. بخور ايه ده؟ زفت، ريحه زفت. بعدين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين العروسه؟ عروسه؟ عروسه ليه؟ مش لما اعرف الاول المستوى بتاعكو وانتوا مين وجايين منين، واذا كان المستوى بتاعكو زي المستوى الرفيع بتاعنا ولا لا. انا مش شايفه اي مستوى. ايه الالوان دي وايه الفرش ده وايه الكليم اللي في الارض ده؟ ايه ده، ما تقوليش الكلام ده خالص من فضلك، علشان انت ما تعرفيش انا المستوى بتاعي في العفشات بتاعتي مستوى رفيع جدا زي ما تقولي السهل الممتع. ها، ولا ايه يا عبد الستار؟ والله انا محتار. واضح ان الاستاذ عبد الستار على طول محتار. انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا كده زي ما عايشه هنا مع ماما وبابا. يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بنسولاي عشان التان بتاعها، الباديكيور والمانيكيور لازم يجوا لها هنا في البيت ما تروحش هناك خالص، لازم يكون في شوفير، لازم يكون في سنترال هيتنج، لازم يعني كل الكماليات دي. بصي حضرتك، بالنسبه للكوافير والباديكير والمانيكير وكده دي كلها حاجات مقدور عليها يعني. ده في بقى لسه الاساسيات، يعني زي ما انت شايف ان انا قاعدين هنا في بيت 250 متر، في 2 سال دو بان، في كل الكمالياتات اللي انت ممكن تتخيلها، وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى. ايه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا، بس انا مش هقدر اعيش معاك. انا بفكر استقل انا ورانيا لوحدينا في بيت، يعني لوحدينا يعني. ها
كيا ديسا، ومين قالك ان احنا بنعزمك؟ حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا. ها؟ طبعا طبعا. ايه طلباتكم بقى؟ طلباتي ان بنتي لازم تعيش في شقه 300 متر، لازم يكون فيها 3 سال دو بان، لازم يكون فيها كيتشن كبير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه طباخ، يكون فيه كماريره، يكون فيه ناس بتاعه المساج، الباديكريست مانيكريست عندها هنا في البيت، ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التمثيلات اللي موجوده هنا تكون من انتيك. ها ارجوك حيلك حيلك على ايه ده كله؟ قالت لك 3 سال دو بان. ما كناش غلطنا وجايين نخطب الكونتيسة عزيزة. ايه يا سناء، ايه يا سناء، انا رانيا عندي احسن من 100 كونتيسة. طب كوعة يا اخويا كوعة، 3 سال دو بان. حضرتك انا ما فيش مشاكل ان شاء الله، هستلف يعني قصدي هتصرف يعني ان شاء الله، حتى ابيع كاسة الضب الاحمر بتاعي. هديت الواد اتبطيتي؟ ايه دي نوبطة دي؟ بقولك ايه، انا كل ده انا لسه مش وافقانانا، انت لازم نشوف اذا كنت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. طب يا اختي ما نشوف العروسة الاول، نشوف اذا كانت تستاهل ولا لا. لا جيم اكسكيوز، معلش انا بنتي لسه جاي من ماتش تنس دلوقتي وتري فاتيجي، فطلع تعمل ان سيستا. ايه رأيك انت يا استاذ عبد الستار؟ والله انا محتار. ونسوار ازيك؟ دوسمون شيري دوسمون، فيان فيان. دي وقع خالص يا ماما، دي وقع من 7 دور عادي شكله لبس في الحيط. انا شخصيا ما اقدرش اعاشرها يومين على بعض. وانت ايه اللي زنقك عليها يا ماما؟ ايه اللي خليك تعشي واحده عره زي دي؟ انت عندك بيتك. الحمد لله ابوك مستتني. واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العيلتين، فيعني اقول مبروك مبدئيا ليا ومبروك ليكي طبعا يا رانيا، ومبروك لينا جميعا. وحد بقى سمعنا زغروت اخواننا وعقبالك كده هو يا نجلاء. اي فتاة ساذجة مراهقة تافهة هتلبس الفستان الابيض. يا سلام، ما انا كمان فرحت زي اي شاب ساذج هيلبس الفستان البدلة السوداء. يا ابني انت اصلا كان لازم مش تفرح، ده انت تطير من الفرحة. يا ابني اصلا انا عروسة لقطة. يا طب ما انا برضو لقطة، انا القط منك لعلمك بقى. بقولك يا عادل، من الاخر يا حبيبي انا جوزتك علشان انت صعبت عليا. صعبت عليكي؟ ماشي ماشي، لعلمك انا الاول صعبت عليكي، لكن بعد ما اتجوزتك بقيت بصعب على مصر كلها. عادل عادل خلصني يا عادل، من الاخر هتجيب الفستان بتاع عرس بلاد العجائب لبنتك ياسمين ولا لا؟ بصي يا رانيا، انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيب لك فستان سهره شفته يجنن. عادل يا حبيبي يا قلبي، يا سيدي يا ناس مل عليك، يا ناس مل عليك، هتجيبيلي فستان يا حلوه يا قمره. لا مش هينفع بقى، اهم حاجه اجيب الفستان بتاع ياسمين. فستان ياسمين انهي؟ اللي هو بتاع الحفله التنكريه. يا عم تولع الحفله التنكريه مش مهم يا عادل، البيت المهم انت منين هتجيب الفلوس اللي هتشتري لي بيها فستان السهره؟ انا بفكر صراحه يعني ابيع الكاسه الاحمر الدبل، فاكراه ولا فكرك؟ الشعب افتقر والمهنة لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر احسن. يا هرابي يا هرابي، بتسرق بين العصاية المرصعة بالزلط الكريم. على فكرة يا حاج، انا هسيبك علشان عامل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ انت ما بتعرفش تعد دول شعرتين بيض يا دوحة؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اخرج عن اداب المهنة وزعل مني الهجمين. لو زعل الهجمين ليه يعني؟ وانا لو ما سبتكش هتعمل لي ايه يعني؟ بقول لك نزل ايدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل ايدي؟ انت نزلت ايدي؟ خلاص خليها ولا يهمك. وانت لا مرضنيش انت تزعل الهجمين، انا بقى اتصرف من غير ما تزعل حد. شيل ايدي العصاية. اهي ادي العصاية. ايه حق ايه؟ تعال. حرامي حرامي.
واسمك الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلالة العيلة المالكة، بس للأسف بعد ما أمموا نصيبنا في الأراضي ومحلق القطن وقناة السويس. قناة السويس؟ هم أمنوها؟ أمنوها؟ يا نهار أسود، ده أنا ليا فيها فلوكة. فلوكة إيه والله؟ المهم الزمن دار بينا من أب الجد لغاية ما بقيت زي ما أنت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لأن بص حرامي ناجح أحسن من كونستابل فاشل. المهم التوبة دي ملهاش معادة جدي. يعني أنا الصراحة كنت ناوي أطلع حج بعد العملية دي على طول. حتى بص بص أدي الباسبور والفيزا بتاعت السعودية. أنا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شوية سبح وجلاليب وساعة فيها بوصلة، بس قلت أعمل عملية أخيرة كده أكفي بيها مصاريف البيت يعني. إيه ده؟ والبير حرامي؟ البير حرامي؟ الحمد لله. وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده انا هساعدك يا ضبه، ده انت نويت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. لا لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا ضبه، وليك عندي شغلانه حاجه بقى ايه يعني شغلانه زباله يعني. بجد؟ بجد يا كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ام ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني الفاشل الفاشل. هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص. سمعك خلاص. حرامي يا ناس. خلاص عرفت ان انا حرامي. هنادي بقى. لا 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 ولا ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض. عليه اقساط. خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. وانا بقول لك اهو. يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ ما سمعتش كلامي. انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسكم. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل بن فضلك، اصل حرامي سمفاتيك ورق. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو نمسكوا نورين وعلقه قبل ما نسلموا البوليس. ما حدش يقول لي حرام. عادل يا حبيبي ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ عايزك بقى ما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي مسكت حرامي مسكت حرامي. فين الحرامي؟ فين الحرامي؟ مسكت حرامي. ايوه جد. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جد هنا. فين؟ ها ايه ده كده الفطاسه؟ الحرامي حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكر حرامي ويلا قوموا قوموا قوموا. هرب عليكم. هيفلك منك يا جدو. مش هيفلش مش هيفلش. قوموا 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 قوموا. هرب عليكم. ده فتس فتس فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟ اوه اوه حرامي كنا جبت سيرتي في حاجه. انا بسجل لك، انا بسجل لك، انا بكره هحبسك يا حرامي. اهم جد الله يبارك لك. الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت حفيدي عادل سعيد الحيوان. حرام عليك حرام عليك. يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه. وبين الحيوان اللي مسكه. انا يا جدو انا اللي مسكته لوحدي. وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، انا مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت ايه يا حرامي؟ حرامي يا جدو عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن دانسن هيلقنوه دانسن. قوم معايا قوم معايا يا عيني يا حرامي. قوم 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 تعالى لو وتلقنوه درس ليه وانا عدي عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنه درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يلا يا عرابي يلا.
يا جماعة أنا عايز أعمل لجوء سياسي لكوبا، ما حدش معاه تليفون جيفارا. جيفارا مات؟ آخر خبر في راديوهات. يلا حرابي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى تعالى حرابي ده أنا هبهدله هبهدله. مانديلا؟ طيب حدش معاه تليفون مانديلا؟ وانت جاي تنف جاي تنف جاي تحاسب مانديلا؟ حاسب معايش مانديلا؟ تعالى نف نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو زوربا السوداني اي حاجه يا اخوان. يلا حرابي يلا حرابي كويس تعرف سجلات. خش يا حرابي خش يا حرابي كده خزلتني خزلتني كده يا حرابي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط ده. سناء دي ايديها تقيله قوي. سناء؟ سناء دي بقى انا هتقف منها. البنت دي على طول بتبوظ كل خططي بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي قاعد بقى قاعد بتفرج على التلفزيون بتفرج على الفضائيه المغربيه الفضائيه. ما تتفاهم معاهم يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا لا يا ناصح بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقى لهاش طعم كده. طعم كده طعم وانت هتاكله التلفزيون ده ولا وانت هتطلبت معايا انا حرابي وهتطلبت معايا وحرابي ولا. بص انا هغير الخطه. انت عرفت الخطه الاوليه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ بس جايب لي حراميه يمسكوا الحراميه قد؟ ما هم بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول انا عندي راي في الموضوع ده. احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل يعني باب رزق بيفتح له. بكده هنبقى استفدنا لان احنا هنقدر نفرتر المجتمع من اللصوص وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموته يا دوله. نفسك تشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي ده بقى ما بيفرقش اكيد هيلوشك هيلوشك اتكل على الله. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى اهم حاجه احنا هنخش انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه ودي الخريطه هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان. وبعدين هنا هو امريكا وهنا عند المطبخ وهنا المطبخ وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالثلاجه مش تقعد تفتح الثلاجه وتقعد تاكل بينها. لا انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك برافو عليك. انا احب الحرابي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه كبسه ايه يا عم كبسه ايه كبسه من مدرس انت بتذنب تعالى تعالى. السلام عليكم وحضرتك الحرامي؟ الله والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي عامل ايه؟ وانا رمزي نعم جدا. وانت بتحب الحرامية؟ موت موت انا بحبهم وهم كمان بيحبوني. ده انا اتسرقت قبل كده مرتين بيعشقوني الحرامية دي. بقول لك ايه يا رمزي وانت تشتغل مع الحرامية؟ لا 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 خلاص لا يا عم ما تعملش دهوشة خلاص بلاش مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له بس هو حد يسندك برضو يا فاشل يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو هسنده انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ خلاص وهجربه بقى وخلاص. وانت اطمن يعني ما تقلقش خالص تعالوا معايا بقى عشان انا غيرت الخطه غيرت الخطه. طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه ويعني لو حضر التانية هيفهم ده غبي غبي بقول لك يعني غبي غبي. امال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي يا فاشل. يا رب افشل يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز اهو تاخده. كبسة
نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني. اطفي النور هتفضحنا. مشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم، اهل البتاع دي افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللي هي بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي ماشي، راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. انا الطريق مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صحي اشرب، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صحي دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. وطي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص، انا هبقى اشرب في وقت تاني. اسكت انت بقى، ايه الخيالات دي؟ قول انت نايمة. ها الطريق امان يا رستم. الخطة نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه؟ يلا بينا، الخطة نجحت. يلا بينا. يا رستم استنى، يا رستم استنى، الخطة لسه ما خلصتش، لازم نجرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني واحنا هنشتريه؟ يا عم اسمعني يا رستم، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناه ولا حاجه، دلوقتي بابا سته هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع، والسلالم عاليه يا عم. عشان انا مش عليا، ما يكونش عليا تعبك ابدا. اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي راسي شويه. وطي انت فوق فتفضحنا. هو الراديو اعلى من صوتي. تغير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا بيه، انت لسه هتقعد تعمل لي كده؟ قدامي صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سمبتيك ورقه تاني. بابا ستو بابا ستو بابا ستو. ايه ايه بابا ستو؟ انا رمزي، انا رمزي. رمزي ده ولا مفيش ولا الف مبروك، الف مبروك يا بابا ستو، الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلت لكم؟ لا، الواد رستم متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايه وفشلنا. فشلنا كان فاشل واحد، دلوقتي بقوا اتنين فاشل، بقوا اتنين فاشل، اعمل ايه بس يا ربي؟ استغفر الله العظيم، انا اللي قفلت عليه. المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس، هوديك الاسم يعني هوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام عشان فتشيك ورقه خالص. ميرسي يا بيبي بلد. بليز اديله فرصه تانيه، ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي ثلاث محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن. كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل، خش يا فاشل، ورا كل شويه، كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني، عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك وامي، وكنت في المغرب وبعدين قلت اروح احج يلا. طب انا دلوقتي يعني اراضيك ازاي انا دلوقتي؟ يا جماعه بصوا بقى، يا جماعه بصوا بابا ستو، احنا بقى انا هقول لكم على فكره جديده خالص. أوش. احنا دلوقتي سرقه البيت بقت خطره علينا دلوقتي وما بقتش مناسبه لينا، لان الحراميه الكبار اللي زينا ما ينفعوش في الشقق دي. صح. احنا انسب حاجه لينا سرقه البازار اللي انا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غيري انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير قد ربع ساعه وبتقول انا خلاص انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على فجاه. ايه العمليه دي؟ انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 الله، يا اكبر حرام يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق،
وبص على اوريك بقى الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط واللمبه دي، وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور، وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها، وبص بقى العضلات، بص العضلات. عرفتوا؟ انت فهمت حاجه يا رمزي؟ لا. يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ الحكايه دي غريبه. انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص. يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى ابلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد. انا ما تفرقش معايا جده ده، انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهوني. ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا. بس انا بقى مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا، بصي انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه. عادل، توخى الحذر. سأفعل. أنا عندي خطة لسرقة البازار. إحنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في إيدينا. وفي بقى هي الخطة؟ ما قالك يا عم جدو هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في إيدينا. صح. لا أنا عندي خطة تانية خالص. إيه؟ إحنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمز الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني بصبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياة شريفة يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبة كده؟ هتوب يا عم. بص انت التوب على العيب احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازة وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده، تمشي بقى براحتك. بص يا حرابي بصبورك هيفضل عندي. وبصوا انا عايزكم تركزوا في الشغل، عايزكم تركزوا في اكل عيشكم. تعالوا معايا، شايفين البتاعة دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط نسرق ايه؟ دي انا عايزكم تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده خش كده. عايزكم انتوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاتة. كهربتوا؟ انا اللي كهربتها. يلا حربية. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة، احنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة. خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ستو. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه. خشوا يا حرميه، خشوا، برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقه قوي، هي والواد رستو. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله وعمليه ناجحه. شايفتوا ايه ده؟ انا سرقت البرتبه سرقت. وايه ده؟ انا نهار اسوح. البنذكراتي اللي فيه كل التاريخ مع الحريم السرق يا اخوانا، حرام عليكم. مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد الولا رستم هو اللي سرق. لا ما تجيش منك يا رمزي، انا كنت معاكم يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي. بص يا بابا ست، ودي بقى انا سرقتها من البازار. بص كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط. صح يا رستم؟ يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟
على رانيا سعيد مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام يالا رستم. عربي بالنسبة ليك مستر فيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج. ولا رمزي. رمزي يا رستم، انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي. خد يا حبيبي. سمعني صوتك بقى. هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفا عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. اه كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما مرغما، مش بمزاجي يعني، هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي. بس بعد كده هنتقم هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم هنتقم. Thank you.